ايه تحديدا. اللي خلى راجح داوود يعني يتجه للتأليف الموسيقي بشكل عام؟ لا يعني، يعني انا كنت صغير في السن لما استاذي بتاع البيانو لاحظ ان انا يعني ما بذاكرش كفايه بس عندي ابداع ما في حاجه تانية، بألف على المزيكا اللي المفروض ما ألفش عليها. يعني انا بعزف مقطوعه موسيقيه المؤلف لازم اعزفها بالظبط زي الكتاب بحذافيرها اللي في الورق، دي تقاليد ما فيهاش هزار، كويس؟ فلاحظ ان انا يعني بتخرج عن النص. بخرج عن النص واحط حاجات، وده مرفوض تماما، ده ياخد عليه صفر. لكن هو بذكائه قال لك هو عنده الموهبه بتاعه الابداع، فممكن لو اضاف يعني تعليمه للتاليف الموسيقي ممكن ده يبقى اضافه له او يبقى فارق معاه، وده اللي حصل. فنصحني ونصح اهلي يعني انه ان انا اتعلم يعني ادخل فصل التاليف يعني. التاليف الموسيقي. فدخلت فاستمريت فيه واستهويته وسبت البيانو اصلا يعني ما يعني. طب كويس جدا، بس يعني ايه الفرق ما بين وقد يكون السؤال يعني يعني بسيط بس يعني لواحد زي ايه الفرق بين المؤلف الموسيقي والملحن؟ الملحن عنده موهبة مرتبطة بالكلمة يعني بياخد الكلمة ويشتغل عليها مزيكا. طبعا الكلمة جزء من بيت شعر او من نص، كويس؟ فازاي يعمل علاقة جميلة ومنطقية مع معنى الكلمة في النص ومع النص ككامل ومع اداء مخارج الحروف وطريقة غناها. يعني دي برضو دي مش حاجة سهلة، مش حاجة هينة، باكج كده يعني فيها حاجات كتيرة. إنما التأليف الموسيقي، التأليف نوع تاني، هو نوع الفنان المؤلف يعني بيبقى الخيال بتاعه يعني عايز بيتجه للتركيب يعني بيتجه للألوان، مش حاجة جاهزة، لا للألوان يعني وللأعماق ما بين يعني الأجزاء الموسيقية اللي هو بيتعامل بيها. فده ملحن بيتعامل مع الكلمة والنص وطريقة الغناء، ودي حاجة يعني موهبة لوحدها. والمؤلف الموسيقى بيتعامل مع خيال وفانتازي، بيخلق مجموعة من الأشكال ومن الألوان بمجموعة آلات مختلفة. طيب السؤال اللي هو الاستطرادي بقى للشرح حضرتك، هل أفهم من كده أنه التأليف الموسيقي أسهل من التلحين؟ لا، مفيش حاجة أسهل من التانية يعني. وانت لو رتبت حضرتك، لو رتبت مثلا ترابيزة سفرة اللي هو تحط طبقين وشوكة وسيرة، ممكن تلاقي 30 طريقة ترتب بيهم، وال 30 طريقة في 30 طريقة غيرهم. يعني الإبداع ملوش حد، ملوش سقف، سواء في التلحين أو في التأليف أو حتى في التمثيل. يعني مثلا رواية روميو وجولييت بتتعمل من سنة مش عارف كام لغاية دلوقتي برؤى مختلفة، برؤى مختلفة. المجهود بتاع المؤلف الموسيقي أكتر بكتير من المجهود بتاع الملحن، دي حقيقة. علشان الملحن عنده أدوات مساعدة أو يعني لا، عوامل مساعدة. أدواته سهلة، عنده الكلمة التكست كويس، وعنده آلة زي العود أو بيغني والموهبة بتاعته. المؤلف الموسيقي لا بيتعامل مع مجموعة من الآلات كتيرة، لازم عشان يتعامل معاها وهو ما بيعزفهاش، لما فيش مؤلف بيعزف كل الآلات. فلازم يكون دارسها وعارفها نظريا، وعنده خبرة في المساحات الصوتية بتاعتها، وعنده خبرة بالعلاقات اللي بينهم، وعنده خبرة بانه لما بيعمل مزج ما بين المجموعة دي والمجموعة دي الصوت بيطلع ازاي. فدي يعني خبرة دراسة ومجهود اكتر من التلحين. لكن يعني غير كده
دي حاجة يعني ليها قيمة كبيرة، ودي ليها حاجة ليها قيمة كبيرة، مفيش أفضلية يعني. كلهم في مجال.